هالتظاهرة هل هي ستكون رسالة للعالم بأن الشعب الليبي ضد الإرهاب وضد الغزو التركي؟ أكيد ما في شك العالم الخارجي يعني الجمهور وحضور الناس وخروجها في الشوارع له دور كبير جدا مؤثر جدا بالنسبة لهم. يعني وجودنا في وجود هالتظاهرة هذه يوم 5/7 حيكون لها تأثير إيجابي بكل تأكيد، باعتبار أن العالم الغربي يؤمن برأي الشعب ويأخذ برأي الشعب على الأقل من ناحية نشوفها النظرية الآن. فوجود هذه التظاهرة في الساحة في ساحة الكيش، خروج أعداد كبيرة جدا تؤيد الجيش، تؤيد القوات المسلحة، تعمل على محاربة الإرهابيين والمرتزقة اللي جوا للبلاد يبوا يحتلوا بلادنا من جديد، فأكيد هذا دعم كبير للقوات المسلحة وأكيد له تأثير إيجابي. وأتمنى يعني أنا أدعو من هذا المنبر كل الفعاليات الشبابية وكل المواطنين الخروج فعلا يوم 5/7 لدعم القوات المسلحة ولإعطاء صورة حقيقية عن الشعب الليبي إنه فعلا ضد الإرهابيين ضد الإرهاب وداعم لجيشنا وداعم لقواتنا المسلحة. ونقول لكل العالم الآخر ونحن رافضين الاحتلال التركي وسنقف ضده بدمائنا بأرواحنا بأبنائنا، ليبيا لن نفرط فيها لا الاحتلال التركي ولا الغير التركي، هذه أرضنا وعشنا عليها ولن نسمح لأي معتدي سواء كان مرتزق سوري ولا تركي ولا غيره باحتلال أرضنا، وهذه أمانة سلموها لنا شيابنا الأولين وجدودنا، نحن بإذن الله سنحافظ عليها ونسلمها لأبنائنا. صد الدول التركي ولا لا؟ نعم أكيد سمعت عليها، وأنا من أكثر الناس الداعمين لهذه المظاهرة على صفحتي على الفيسبوك، لأن فعلا نحن ضد التدخل التركي في الشأن الداخلي لدولة ليبيا، وخصوصا نتوا قاعدين دارين حلقات في الراديو مكثفة ندعو فيها الناس أن هي تكون موجودة في التظاهر، خصوصا أن نحن لازم تكون كلمة المواطن موجودة الآن عدم تدخل تركيا في الشأن الداخلي لدولة ليبيا في ظل الظروف الراهنة وتقسيم ليبيا زي ما تريد الدولة العثمانية، فنحن أكيد ضد هذا التدخل. طبعا الظاهرة هتكون بإذن الله يوم 5/7 عام 2020، طبعا هذه المظاهرة هي حق طبيعي للأفراد المجتمع الليبي برفع صوتهم وإدلاء به نحو ما تتعرض له بلادنا الحبيبة من غزو مباشر من قبل السلطان المعتوه العثماني ومرتزقته السوريين، وهذا حق طبيعي أن نحن نفرض للعالم أن نحن شعب لازلنا نقاتل حتى النهاية، ولا يعتقد أحد من أي حد من المراقبين أن الشعب الليبي سوف يسكت على الإهانة وعلى انتهاك سيادة ليبيا، سيادة ليبيا دون الموت، وهذا ما سوف يعبر عنه أبناء شعبنا إن شاء الله يوم 5/7 بساحة كيش لإثبات حقيقة أن ما هو قادم حيكون أسوأ بكثير مما يعتقد أي غازي لليبيا. ليبيا حتكون جمر، ليبيا حتكون عمر مختار من جديد، وشهد التاريخ أن ليبيا لن ترضى ولن يكتب عليها التاريخ أن ليبيا هانت أو استكانت لأي مستعمر عبر التاريخ. طبعا ان شاء الله حنكون مشاركين فيها المظاهره، تحكي بشكل كبير على ليبيا، وان نحن كلنا رافضين فكره التدخل الاجنبي التدخل التركي، نحن كليبيين نقدر نحلوا مشاكل بلادنا، فما فيش داعي اي حد يجي من برا يبدا يتدخل في الشؤون الداخليه، فنحن نبغى نثبتوا للعالم ان نحن نستطيع ان نغيروا بلادنا الافضل ان شاء الله.